الخير جميعا. اليوم بتكون عندنا طبخة بتسويها لكم هدية من ينبع. أكثر ناس تعجبهم الطبخة اللي يحبون الأكل الصيني، بتعجبهم مرة. وبتسوي سفرة صينية مبسطة، وهي عبارة عن طبقين. الطبق الأول بيكون نودلز بالخضار، والطبق الثاني يكون دينيميت شريمب بالطريقة الصينية الأصلية، ومعروف بعد باسم التمبورا. فأتمنى أنه يعجبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هدي البخاري من ينبع الهيئة الملكية. أول شيء حابة أشكر حساب 15 ثانية أنهم هم أتاحوا لي الفرصة أن أنا أقدم في حسابهم، وراح أقدم لكم وصفتين بإذن الله مرة سهلة. راح أقدم لكم طبقين من المطبخ الصيني، وأبدأ معاكم بالطبق الأول وهو الديناميت شريمب، ويعتبر من المقبلات الحارة. أول شيء المكون الأساسي للطبق ده اللي هو الروبيان الطازج، يكون طازة منظف ومغسول وأخليه على جنب. أما خليط التنبورة عبارة عن نشا، دقيق، بياض بيض، ملح وفلفل أسود، خل أبيض، موية وزيت. كل المكونات اللي قلتها قبل شوية راح أخلطها مع بعض، ويكون قوامها زي قوام اللبن الرايب. دحين راح أحط الروبيان على الخلطة وأقلبها. على ما يسخن الزيت راح اعمل معاكم الصوص اللي راح احط فيه الروبيان بعد القلي، عباره عن مايونيز وصوص حار حلو وصوص الساراتشا الحار. كل الصوصات اللي قلتها قبل شويه خلطتها مع بعض، وصار عندي صوص جاهز راح اخليه على جنب من بعد ما اقلي الروبيان مباشره احطه على الصوص ده. بعد ما سخن الزيت راح احط الروبيان بالشوكه على الزيت، ومن الزيت على الصوص. هذا اللون المطلوب راح ارفعه من الزيت على الصوص. راح اقلبهم كويس مع الصوص، وبعدين احطهم في كوب التقديم. الطبق الثاني عبارة عن نودلز بالخضار ولحم الستيك، وهذه هي مكونات كلها. راح أقسمها قسمين وأرجع لكم. أول حاجة راح أعمل تتبيلة للحم. راح أحتاج لحم بقري شريحتين خفيفة مقطعة مكعبات، وسكر وموية باردة. والصوصات عبارة عن صوص الترياكي وصوص المحار وصويا صوص المالحة الخفيفة وصويا صوص الحلو التقيل. خلطت السكر والموية وكل الصوصات اللي قلت عليها، راح أحط عليها اللحم وأخليها على جنب إلى أن تتبل كويس. الخضار راح أحتاجها للنودلز بصل أبيض مقطع شرايح، وشرايح بصل أخضر، وفلفل رومي ملون، وحلبة طازة. والنودلز اللي راح استخدمها هي اعواد صينيه. كيف راح اطبخها؟ راح افور مويه حاره مع زيت وملح، بس تغلي مظبوط. راح اطفي النار. اول ما تغلي المويه بدا الشكل راح احط عليها النودلز واطفي النار واغطي القدر. بعد ما اطفي النار راح اغطي القدر واخليها 10 دقائق، وبعدين اصفيها واخليها على جنب على بال ما اسوي الخضار. في صاج حار حطيت زيت نباتي عادي، واللحم صفيته من الصوص، خليت الصوص على جنب، واللحم أحطه على الصاج. أول ما يستوي اللحم على طول رح أحط عليه شرايح البصل وشرايح الفلفل الأخضر والأحمر والحلبة. دحين رح أحط الصوص اللي صفيته من اللحمة والمكرونة.
خلاص طفيت النار، بعدته من النار وراح أقلبه على السريع وأحطه على صحن التقديم. يا رب تكون الطبقين سهلين وخفيفين عليكم. دحين راح أشوف استفساراتكم وأحط لكم الوصفات بالمقادير مكتوبة. في الديناميت شيم تقدروا تستبدلوا الروبيان بالدجاج، وفي النادلز تقدروا تستبدلوا اللحم بالروبيان أو الدجاج على حسب الرغبة.